We are at the middle of this mountain, and we will go through that upper mountain valley. We are not near to the summit yet, but we are in a very high point. Our starting point will be under that street, 40 to 50 meters. And then we will go along the valley until we reach to that space where the sky appears, marking the end of our tour. I always wanted to do this, but unfortunately, it needs time and I had no time. But today I am in a vacation, I have enough time, so this is the suitable time to do this beautiful trip. Unfortunately, we are at the annual mountain dust season, where the dust starts to come from the lower points of the flat spaces under the mountain and even behind the sea to reach to the mountain, and it starts after 4 p.m. But now we will start our tour before the coming of the dust wave. So let's go ahead and start. ما لا شك فيه أن هذه شوفوا لها من المشاهد النادرة. ها
وادي جناعن حاضن بمشرك ومريد ما شاء الله محيا في فسح ذهني طبعا. شوفوا بالله هذا الرصد اللي هنا طريق، هذا طريق استخدوتي اصبح جوان الغدادي. طبعا البيت اللي مصور لهم الفيلم، وهذه مصندقه شوفنا هنا مصندقه اللي مصور لهم اول فيلم. وادنا على جبل ما شاء الله، فعلا ما شاء الله. طبعا هذا جزء من الرحلة أو بداية الرحلة. الهدف الوادي اللي تحت نبدي ثم ونشبح هذا تحته عشان نصوره. Mm-hmm.
ها ذا مفترق طرق. هذا والله أعلم، يبدو أنه طريق بعيد لي. إذا حنأخذ هذا الطريق. الجسر الصغيرية طبعا نتكلم بهدوء لان اكيد طبعا اهل البيوت تالين يراقبون ويشبحون من هذا المخلوق، لكن بقني يعني اخذها متصور عسى منه ولا منه. بعدين انا مواطن، لي حق المواطنة. يا سلام، هذا اللي هو اوراق الشجر المتساقطة. احنا اللي شوفوا من الطريق دي، شوفوا شلونها. إذا وصلنا عند المذالي نضطر نطفي وقف التصوير. من الأغذى في النادي Thank you.
طبعا يا ليت كان الجو صافي، بس لان في غبار. موطا جبال مثل الجبل دي انت قاعد سامعت الاخبار طبعا اللي يفلت مني هذا ما يحتاج. أربعة. ماذا اسمه المكان ذي؟ قعدت مع ذرهتي وذي تحت ماذا اسمه؟ مشوى. ما شاء الله جهة تحت ماذا اسمها؟ تيه. إيه. مشوى. مشوى. وبدل القديم. المدوّة. بيت مدوّة ذي اللي خرب خربين ذي البيت. إيه وحبامين. ما شاء الله ولو طريقنا. إيه. ليش تم؟ بدي اشتم يمكن بكره مو هالليله. ذي يمنى يعني انا اقصد ان بيتهم خربان ذيلي اهلهم عدم فيه بس يمنى جنبه معهم بيت. ايوه ما شاء الله داخلوا ثعابين. اي عارن ان داخلوا ثعابين و يمكن علال انا من تحت من الجبال اللي تحت تصور. اي صوروا حيصور بيت الغبره. والله انسى استاقدم بس مشكله ما نروح الا وقت غبره ولا صحيح. يلا شكرا. الحين هذا جزء من الوادي. اوكي لاحظوا طبعا البيت اللي فوق ذي تحته مباشرة هذا الوادي، ثم حيفة ثم حيفة ثم حيفة الى ان تطلعون